الرجل ميري الرجل شعلت النار تحت في المفرغه المفرغه العموميه هي السبب اللي تاع النار اللي شعلت بدات شعلت من تحت وطلعت مع الريح والاخر ما قدروش يطفيوها الناس والاخر تجندوا مع السلطات العموميه كل تجندوا كل ما قدروش يطفوها رجعنا باش نطفيو النار انا عاسين النار لا تقطع هكذا ولا هكذا راك تشوف تما متخوفين وكل ايه بيجي متخوفين اه ما تخافش منها نهار شعلت جوي يمكن 11 ولا 12 ياسر خفنا ياسر تخاف النار وعر النار ايه عر النار لا لا لحقتها احنا ساكنين في طنجة هلا ما صار لي والو منعت والله غير منعت جينا كنيد تحرقوا لهم الكرام الزيتون اه اخويا من 11 وانا هنا ملي ديمارات النار وانا هنا ملي ديمارات النار وحنا هنا اخويا يا اخويا نطفيوها على الديار اخويا كاين بلايص لحقت للديار كاين بلايص لحقت حتى للديار يا خويا لازم اليد في اليد اخويا كيما راك تشوف الشعب اللي راهو هنا اخويا الشعب اللي راهو هنا.